السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا لاباس وتكونوا في احسن الاحوال وتكون اموركم كلها مزيانه. نهار جديد وفيديو جديد. فيديونا اليوم هو على هذا المنتوج، هذا من المنتوجات اللي هي كيتواجدوا في الصيدليات او في شبه الصيدليات. اليوم غادي نتكلم لكم على هذا المنتوج، هذا اللي هو ديال فوكابيل. اذا هذا المنتوج هذا رائع بالنسبه للاظافر وبالنسبه للشعر. اذا هذا المنتوج ديال فوكابيل كاين في الحجم اللي هو كبير وكاين في الحجم اللي هو صغير. هذا كيتعتبر مكمل غذائي، يعني هادو من المكملات الغذائيه وماشي دواء. كما كتشوفوا هنايا، هانتوما هو مكمل غذائي، اذا ماشي دواء ولكن فهو رائع وكيعطي واحد النتائج اللي هي حسنه بزاف. اذا غادي نقول لكم على هذا المنتوج هذا اللي يمكن لي انني ننصحكم به، لان الناس بزاف كيلقاو عليه واحد الاقبال وكيلقاو عليه واحد النتائج اللي هي مرضيه. هذا المنتج هذا راه كان مقطوع، فانا وريته عليكم بانه راه جا، راه دخل دابا، راه هو متوفر في الصيدليات وفي شبه الصيدليات، لانه كان مقطوع واحد المده اللي هي كبيره. الناس كانوا كيجيو بزاف كيسولوا عليه، اللي متبعينه راهو ما عارفينه، اللي ما متبعينوش ما عارفوش. فانا كنحاول انني نعرفكم به. هذا فيه الحجم الكبير وفيه الحجم الصغير. الحجم اللي هو هذا اللي قدامكم فهو داير 160 درهم، فهو الحجم الصغير اللي فيه 60 حبه. اذا هانتوما كما كتشوفوا فيه 60 حبه. الحجم اللي هو كبير فهو داير 317 درهم، فيه 180 حبه. الا جينا نقارنوا ما بين الحجم الكبير والحجم الصغير، فغيكون الحجم الكبير اقتصادي على هذا، غير هو ديك 317 كتجي شويه قاصحه على الناس. فكنحاولوا يعني اللي بان لكم اللي عنده الامكانيه يشري كبير، غير هو اقتصاد، لان هذا فيه 60 الاخر فيه 180. صافي، كما قلت لكم هذا 160 درهم، الاخر داير 317 درهم. دائما هاد الاثمنه اللي كنقول لكم فراه هي يمكن لها تبدل وتغير من بارا فارماسي لبارا. اكيد في الصيدليه غادي تلقاوه غلا من هكا، ما غاديش تلقاو هذا الثمن. هذا غنحاول نشوف انا واش دايرين الثمن ديال الصيدليه. لا هنا ما حاطينش، ما حطيتش هنا الثمن ديال الصيدليه. كما قلت لكم غادي تلقاوه في الصيدليات غلا من هكا، في البارا فارماسي كيكون قل الثمن. كما قلت لكم كل واحد يتمشى على حسب القدره ديالته، غير هو زوين بزاف للاظافر وزوين بزاف للشعر. يمكن لاي واحد يستعمله، يعني كاع الناس يستعملوه، حتى المراه الحامل. ها هي غادي نوريها لكم هنايا، انا كنحاول نقرب لكم حتى اللي بغى يصور هنايا باش يقرا على خاطره فهو يقرا. وحتى المرضعات حتى هما يمكن لهم يستعملوه، يعني صالح لكل شيء. هانتوما بلاتي غادي نحاول نوري لكم في كاين عندنا هنا. المهم نتوما صوروا وغادي ها هي للمراه الحامل والمراه المرضع. اذا صالح ليهم، غير هو المراه الحامله الا كانت كتاخذ شي ادويه اخرى فتخلي هذا حتى من بعد حتى تكمل. بالنسبه ليا ما تكترش قوه هذا يعني هو صالح ليها، ولكن غير ما تزيدش شي على شي. المهم فهو واحد المنتوج اللي هو رائع بزاف، كيهم لينا الشعر، كينوضو بزاف، غادي تلقاو عليه واحد وكيعطينا داك اللمعان وحتى الاظافر. السؤال اللي يمكن لكم تقولوا لي هنايا، واش غادي ينوض لينا الشعر في الذات ديالنا؟ هذا ما كينوض الشعر نهائيا في الذات ديالكم، هو كيمشي الخاصيات اللي فيه كتمشي غير للضفران وسميتو والشعر ديال ديال الراس. هذا بزاف ديال الناس اللي داروه كيشكروه بزاف، كيلقاو عليه واحد النتائج اللي هي مذهله. يعني كتكوني انا كنشارك معكم اشياء صراحه اللي الناس لقاو عليها، يعني لان كيجيونا الناس كيكونوا مجربين وكيكونوا كيشكروه، يعني ما عنده حتى شي حاجه نهائيه، يعني شي اضرار جانبيه ما كاين شيء. الحاجه اللي غادي نقول لكم هي الطريقه ديال الاستعمال ديالهم. هو غادي ديروا جوج ديال الحبات، ها هي جوج ديال الحبات في النهار، يعني من الصباح للصباح من الصباح للصباح ديروا هاد جوج ديال الحبات. المده ديال الاستعمال ديالو غادي ديروه من 3 شهور حتى ل 4 شهور. اذا
كل نهار غادي ديروا جوج ديال الحبات لمده 3 شهور حتى 4 شهور. فاش تكملوا 4 شهور غادي تحبسوا، ما تعاودوش تكملوا، يعني تبقاو غاديين 5 شهور 6 شهور عام، لا يعني ديروا هذا غير توصلوا 3 شهور 4 شهور غادي توقفوه حتى تكملوا سنه، يعني من اول نهار منين بديتوه، يعني هو تيستعمل 3 شهور 4 شهور في العام. منين تكملوا عام من اول نهار اللي هو بديتو اللي هو 3 شهور تكملوا عام، ديك الساعه عاودوا بداوه الا بديتو تبداو، الا لقيتو باقي عندكم مشاكل ولا بدا الشعر تيطيح ولا اي حاجه فهو زوين بزاف. شنو الحاجه اللي يمكن ليا نقول لكم عليه؟ هذا كما قلت لكم هذا تعتبر مكملات غذائيه وليس دواء. اذا كما كتشوفوا هنايا فيه الفيتامين بي، الفيتامين دي، وفيه الزنك. هانتوما نحاول نقربوا لكم. صنع اللي هو فرنسي، اذا رائع وزوين بزاف، كنصحكم به، كنصحكم انكم تاخذوه وانكم تجربوه. صافي كما قلت لكم، اذا عن تجربه ديال الناس فهو مزيان بزاف. اذا هنا وصلنا النهايه ديال الفيديو ديالنا. اللي عنده اي استفسار واي حاجه بغى يسولني عليها على هذه المنتوجات هذه، فما عليه الا يخلي ليا كومونتير، فانا راه كنقرا جميع لي كومونتير ديالكم، التعليقات ديالكم، وان شاء الله نفيدكم باي حاجه اللي هي تساعدكم باذن الله. وكنقول لكم الناس اللي مشتركين عندي في القناه ما تنساوش ديروا لايك، والناس اللي جداد اللي اول مره يشاهدوا القناه ديالي كنتمنى انكم ديروا زر اشتراك وتفعلوا داك الجرس وباش يوصلكم كل جديد، وتبارطاجيو هذا الفيديو هذا مع عائلاتكم مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي باش تعمل فائده على الجميع. وشكرا جزيلا على المتابعه، ومرحبا بكم في قناه ليلى المراكشيه. ان شاء الله والى الملتقى ان شاء الله في شي فيديو جديد، يا اما هكا وصفات ديال اللي غادي تهمكم واللي هي مجربه، يا اما طبيعيه او لا هكا منتوجات اللي هي طبيه او لا شبه طبيه. وكنشكركم ومع السلامه، الى الملتقى ان شاء الله، خليتكم في رعايه الله.